بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا الحديث في اللقاء السابق حول introduction concept of stresses، وذكرنا أنه مفهوم الاسترس هو مقدار أو معدل، خلينا نقول تأثير القوى على وحدة المساحة، كثافة، خلينا بمعنى أصح كثافة القوة على وحدة المساحة. وعشان نستوعب مفهوم اللي هو الاستريسز، عملنا مراجعة سريعة للاستاتيكا وقلنا أن الهدف كان من نساق الاستاتيكا هي عملية معرفة الرياكشنز اللي بتأثر على السبورت من أجل اللي هو الخطوة التالية في عملية الديزاين، ألا وهي معرفة الانترنال فورسز. إذا في عندنا external فورسز هي عبارة عن ثلاث أشياء: الابلايد لودز، الحمل المؤثر على اللي هو المنشأة، الاون ويت اللي هو عبارة عن وزن المنشأة نفسها، والأمر الثالث اللي هو الرياكشنز اللي هي اللي جاية على السبورت. هذه الرياكشن إذا أنا عرفتها، سواء كان في مساق الاستاتيكا إذا كانت ديتيرمنت ستراكشر، أو في مساق الستراكشرال أناليسيز بشكل متطور اكثر بناقش معك اللي هو الديتيرمنت والانديتيرمنت ستراكشر، بقدر اعرف رياكشن، ومن ثم بتقودني هذه الرياكشن لمعرفه اللي هو الانترنال فورسز. والانترنال فورسز قلنا هي عباره عن اربع انواع من القوى، ثلاثه منها مشهوره كثير وواحده حاله خاصه. الثلاثه المشهوره كثير اللي هم بنسميهم نورمال فورس او اكسيال فورس، نفس المعنى، والقوة الثانية اللي هي البندنج مومنت أو المومنت فورس، والأخيرة اللي هي الشير فورس. لربما يكونوا موجودين على المنبر كلهم على حدة، يعني ممكن تكون الأكسيال فورس لحالها والمومنت والشير متلازمتين، بيكونوا ممكن يكونوا مع بعض، أو ممكن يكون في عندي كومباينيشن كل أنواع الانترنال فورسز هذه موجودة على البعض. النوع الاخير من الانترنال فورسز اللي مش دائم بنلاقيه في بعض الحالات الخاصه بيعمل له اعتبار اللي هو التورش. وقلنا انه شفنا مثال كمراجعه لعمليه اللي هو الاستاتيكا، كيف بنوجد الرياكشن، بنرسم الفري بادي دايجرام، ومن ثم بنحسب اللي هي الرياكشنز بالطرق اللي درسناها ايام الاستاتيكا. بعد ما احسب الرياكشن بقدر احلل الستراكشر، ومن ثم بقدر اعرف قديش الانترنال فورسز. وشفنا التراس انه عليه في المنبر اي بي فورس مقدارها 40 كيلو نيوتن، والمنبر سي بي فورس مقدارها 50 كيلو نيوتن. ثم تعاملنا وقلنا في مفهومين في عمليه اللي هو الهندسه او في عمليه اللي هي الديزاين، معرفه سؤال اسال حالك: Is it safe or not؟ هل هذا المنشأ آمن ولا لا؟ والسؤال الثاني: How to be safe؟ السؤال الأول إذا كان بدي أسأل Is it safe or not؟ معنى ذلك أني أنا بدي أعمل عملية تحليلية، بمعنى أنه المقطع عندي موجود، الشكل موجود، مقطع موجود، قطره أبعاده موجودة، القوى موجودة، الماتيريال معروفة، وبالتالي أنا بدي أحدد أعمل عملية تحليل بحيث اني اشوف هل الماتيريال بهذا المقطع اللي موجوده فيه بتستطيع تحمل الاحمال الواقعه عليها ولا لا. وقلنا انه في حاجه اسمها اللاوبل ستريس، وحنتعرف مستقبلا على حاجه اسمها التيميت ستريس، بس خلينا في اللاوبل ستريس. اللاوبل ستريس هو عباره عن قدره تحمل الماتيريال، وهذه عاده بتكون مين اللي بمنحنا اياها او مين اللي بحددها، الجهه المصنعه للعنصر، فيها المصنع للماتيريال. إذا أنا بتعامل مع حديد له قدرة تحمل، إذا أنا بتعامل مع قدرة التحمل للحديد مش ثابت، مش شرط أنها تكون ثابتة، حتتغير وحنشوف ليش بتتغير. إذا أنا بتعامل مع كونكريت بنسمع كثير في بي 200 بي 300 بي 250 بي 350، وقلنا إنه هذه معناها إنه الإجهاد الكسر 350 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع. إذا عملية التحليل أنا باجي بحسب الستريسز على المنبر، والستريس في أبسط صوره هو عبارة عن زي ما قلنا كثافة الحمل،
هي intensity of stress، هي force intensity or stress نفس المعنى، اللي هي سيجما تساوي بي على A. سيجما هذا بنرمز لها الرمز اللي هو normal stress أو axial stress، normal stress الاسم الشائع، بي على A في أبسط صوره وتساوي 159. هذه القيمة بروح بقارنها بالقيمة اللي هي معطيني إياها المصنع وبشوف إذا لقيتها دونها أقل منها معنى ذلك إنه هذا المنبر آمن، إذا لقيتها أكبر معنى ذلك إنه الإجهاد الحقيقي أكبر من قدرة تحمل العنصر وبالتالي هذا العنصر بشماله غير آمن. هذه بنسميها اللي هي stress analysis. العملية الثانية اللي هي design، إنه أنا بكون عندي معروف القوة بالشكل العام، شكل المنشأة معروف، كيف أنا الشكل بدي إياه، بحدد الماتيريال. أول خطوة أنا بحدد الماتيريال، بدي أعملها مثلا من ألمنيوم، من حديد، من خشب، من بطون. إذا حددت الماتيريال، بناء على تحديدي للماتيريال بحدد الألاوبل ستريس، والألاوبل ستريس زي ما قلنا مين اللي بيعطيني إياها؟ المصنع، مش أنت، المصنع، يعني أنت بتاخدها كرقم جاهز كمصنع من خلال اللي هو إيش؟ المصنع، لا سواء كان مصنع بطون او مصنع حديد او مصنع ألمنيوم او اي مصنع من اللي هي المصنع. اذا حددت الالاوبل ستريسز، حددت الشكل، عملت اناليسز، ومن ثم بدي احسب قديش المقطع لازم يكون، كبر المقطع يعني قديش ابعاد العمود، قديش ابعاد الجسر، قديش ابعاد الكيبل اللي تكون اللي يستطيع تحمل هذه الاحمال. إذا هاي هنا عندي allowable stress من وين هذه؟ من المصنع، تساوي ب المجهول عندي هنا الاريا. إذا بحسب الاريا ومن ثم بحسب اللي هو الدايمتر، وقلنا لازم يكون الدايمتر اللي أنا بدي اختاره أكبر من إيش؟ من القيمة اللي بتطلع معي، ولازم يكون كذلك الأمر available يعني موجود في السوق. في عندي قلنا ثلاث عوامل تحدد الكوست، الويل، الافيلابيليتي، ما ينفعش اروح اختار قطر وهو اجمله مش موجود في السوق. فعلى سبيل المثال هاي هنا اخترنا 26، ممكن لو واحد قال اختار 27 28 29 كله صح، لكن وين الخلاف؟ التكلفة هي الاشكالية، بصير التكلفة انت تنفق مال في ما لا يوجد. هذا اللي هو اختصار للي هو الستاتيكا والفارق بين الاناليسيس والديزاين، وبدانا الحديث عن انواع اللي هو الستريس. قلنا الستريس في عندنا نوعين، نورمال ستريس وفي عندنا شير ستريس. النورمال ستريس المسببات له قوتين داخليات، احنا قلنا عندنا اربع قوى داخليه، اكسيال، مومنت، هذول الاثنين بيعملوا لي نورمال ستريس، شير، تورشن بيعملوا لي شير ستريس. إذا النورمال ستريس هي قوة تؤثر عمودية على مقطع المنبر بالشكل هذا، هي دلتا اف عمودية على سطح المنبر أو مع المحور الطولي، وبنلاقي أنه الستريس بيساوي سيجما تساوي بي على إيه، وقلنا ليش سيجما افريج؟ لأنه واقع الأمر إذا كان 100% المادة هذه ريجيد 100% بتكون سيجما هذه المعادلة حقيقية، سيجما تساوي بي على إيه. لكن انت بتتذكر احنا قلنا انه فيش حاجة اسمها 100% الجدي، فبصير تقريبا الشكل اذا كان كنا قراب على القوة شكل الديفورميشن بيكون زي هيك، او شكل تركيز القوة بيكون زي هيك، كل ما ابعدنا بصير تقريبا تتساوى تجاوزا. اذا بنتعامل مع ريجيد بوديز نقدر نقول ان سيجما افريج تساوي بي على إيه. هذا الكلام اللي هو تكلمنا عنه في عملية اللي هو النورمال، وقلنا النورمال له خاصية دونا عن غيره، أو الأكسيال لو دونا عن غيره من أنواع القوى الداخلية، إنه بيعطيني يونيفورم ستريس إن كان التحميل محوري. شو يعني محوري؟ يعني الحمل جاي في السنترويد للمساحة، إذا الحمل مؤثر في سنتر المساحة معنى ذلك الستريس بيكون شماله يونيفورم. وشوفنا اللي هو الاكسنتريسيتي، لو كان في عندي
اللي هو اللود بيأثرش في المساحة، بيأثرش في السنتر، معنى ذلك انه حلاجة انه علشان اعمل ازاحة للقوة اخليها في السنتر بزيحها بقوة زائد مومنت. لاحظ هاي هنا النوعين من القوة الانترنال اللي بيسببوا لي نفس نوع الاسترس اللي هو نورمال ستريس، مومنت زائد بي. لكن ان دخلت المومنت على الخط معنى ذلك حيصير عندي فيش عندي يونيفورم، اليونيفورمتي ايش مالها؟ بتروح ببطل ايش؟ يونيفورم. هاي كمان في يونيفورم. وتكلمنا كذلك الامر عن النوع الثاني من انواع الستريسز اللي هو شير ستريس. اذا الستريسز ايا كان هو عباره عن نوعين، نورمال ستريس شير ستريس، نورمال ستريس شير ستريس، تمام. في حاجه اسمها بيرنج ستريس هو نوع من انواع النورمال ستريس، لكن حنشوف ايش الفرق بينه وبين اللي هو النورمال ستريس. لو في عندي قوتين بياثروا على الممبر اي بي بالشكل هذا والمسافه بين اللي هو القوه بي وبي داش تكاتك وتساوي صفر، بنلاحظ ان هذول القوتين بيعملوا على عمليه قص للممبر اي بي، وتاو افريج قلنا ساعتها بتساوي اي على بي. اذا ومن ميزات او من خصائص الشير ستريس كانت بي يونيفورم، مستحيل يكون يونيفورم. ها كيف؟ حنلاقيه عند الاطراف بيساوي صفر، وفي النص عند السنترويد بيساوي ايش؟ ماكسيمم. في سياق الماده او خلال الماده حنتعرف كيف نرسم الشير ستريس وكيف شكله بيكون. ضربنا امثله على عمليه اللي هي وين ممكن يواجهنا الشير ستريس، وقلنا في الغالب بيكون اللي هو في البراغي، البراغي الواصله لو تستخدم لعمليه اللي هي الاتصال في لربط العناصر مع بعضها البعض او تو بليتس، يعني هنا مثلا A و B تو بليتس بتربطها مع بعض بواسطه البرغي، في تنشن مؤثر على A و B قوى، طبعا تو بي اكوليبريم لازم F تساوي F داش. فبنلاحظ انه السطح اللي بين A و B هذا السطح معرض لقوى قص، قيمه اجهاد القص اللي عليه تاو تساوي B على A. هذا بنسميه سنجل شير. شو يعني سنجل شير؟ يعني حتى ينهار السيستم اللي موجود عندي لو احدثت قطع واحد يكفي لانهيار اللي هو ايش؟ السيستم. يعني لو جينا قصينا ها بنلاقي A بتجري يمين وبي تجري ايش؟ يسار. طيب في الدبل شير شكل هنا، هنا لاحظ لو جيت قصيت عند سطح هان او هان هل بينهار؟ بنلاقي انه لا بينهارش. طب ها عشان ينهار قال لك لازم ينقص من سطحين، في المنطقه هذه لازم يصير عمليه كات وفي المنطقه هذه، لذلك سميناه اشماله دبل شير. يعني حتى يحدث انهيار لابد من حدوث قطع اشماله مزدوج، وقيمه الشير بتكون تساوي بي برضه على ايه اللي الاريا، هنا السميشن تبع الاريا اللي لازم لعمليه القطع اللي هي بتساوي 2 اريا اللي هو السكشن البرغي مقطع البرغي. طيب ليش بستخدم الدبل شير؟ قال لك الدبل شير هذا بيعطيني ادفانتج انه بيريح البراغي وبيقلل عددها وبيقلل الديامتر، مش محتاج انا ديامتر كبير ولا محتاج عدد كبير في ظل اللي هو الدبل شير. في نوع من انواع الستريسز بصير بين عنصرين، قوه بتاثر على ماده وهذه الماده بتاثر على ماده اخرى. يعني على سبيل المثال البرغي هان القوه هذه، بنلاحظ انه البرغي نفسه نتيجه القوه اللي جاي عليه بيضغط على البليته ايش؟ على البليته بي. يعني القوه مش مؤثره مباشر على وين؟ على السطح. نتيجة رد الفعل أو نتيجة الفورس اللي جاي على البرغي، البرغي بيحاول ينسحب في هذا الاتجاه، بنلاقي إنه بصير في ضغط على الجزئية هذه في البلاد اللي هو على السطح اللي هو إيش؟ الأجوف. مساحة المقطع هذا
الايكويفالنت بروجكشن تبع الاريا هي عباره عن دي اللي هو دايمتر البرغي في سماكه البيت. اذا القوه جايه من وين؟ نتيجه ضغط الضغط اللي او الشد اللي صار على البرغي وصار في لها تاثير على وين؟ على البيت. هذه الستريس بنسميها سيجما بي وتساوي بي اوفر اي وتساوي بي اللي هي على تي في دي. تمام. اذا البيرنج ستريس هو عباره نوع من انواع الستريس النورمال ستريس بس خاص انه بصير تنشن في الماده نتيجه القوه مباشره. القوه هناك لاحظ القوه مباشره اثرت على وين؟ على الماتيريال. هي القوه مباشره اثرت على الماتيريال على البليت. هنا لا، القوه بتاثر. هي هنا القوه اثرت على البليت هذه، تاثر البرغي. البرغي نتيجه تاثره اثر على ايش؟ مين السبورت تبعته؟ البليت اللي تحت. فالبليت اللي تحت بيصير في عليها اللي هو السطح الملامس للبرغي اللي هو السطح الدائري هذا، بيصير في عندنا نوع من انواع ستريس بنسميها اللي هو بيرنج ستريس. اذا بولتس ريفيتس اند بنز كرييت ستريسز اون ذا بوينت اوف كونتاكت، سطح التلامس. ايش بنسميه؟ بيرنج ستريس، بنسميه بيرنج ستريس. A resultant of force distribution on the surface is equal and opposite to the force exerted in each to the bend أو on the bend. وقيمتها بتساوي اللي هو سيجما تساوي B على A. والاريا هنا هي عبارة عن قطر البرغي في سماكة مين؟ سماكة اللي هو البليت. مثال على هذا القيم. هاي عندنا التراس اللي شفناه في بداية حديثنا وحللناه تمام التمام. بدنا نشوف would like to determine the stresses in the member and connection of the structural shown. From static حللنا FAB 40 و FBC تساوي ايش؟ 50. Must consider maximum normal stress in AB and BC and the shearing stress and bearing stress at each كونكشن. هاي نيجي للرود. المنبر دي سي. القوة المؤثرة عليه اكسيال فورس 50. اذا رود سنتر في النص هنا الاريا ما هو القطر 20، اذا الاريا تساوي 20 تربيع في باي على 4 وتساوي 314 في 10 اس 6. إذا سيجما حسبناها قبل كده إذا بتتذكروا 159. هذا وين؟ لما كانت المساحة كاملة. ها تمام؟ طب عند الطراز هنلاحظ إنه في المنطقة هذه في صار عملية تغيير لشكل الرود، صار عبارة عن فلات أبعاده 40 في سماكته 20 هيها، وفي برغي قطره 15 25 يعني هول. طيب الاريا في المنطقه هذه شو بتساوي؟ بتساوي 40 ضرب 20 سماكه ناقص اللي هي ايش؟ ال 25. هاي سماكه 20 في 40 ناقص قطر البرغي. قطر الفتحة اللي احنا عملناها يعني هذه عبارة عن بليت في نص وفي دائرة. لو جيت على مركز الدائرة وحسبت المساحة هلاقيها هي عبارة عن المساحة اللي في الجزئية هذه زائد المساحة اللي في الجزئية هذه. إذا تساوي 20 اللي هي السماكة في 40 ناقص 25 وتساوي 30. إذا at the end هان في المنطقة هذه الستريس قديش قيمته المؤثر على البرغي؟ بي على ايه؟ 50 في 10 اس 3 القوه على 300 في 10 اس 6 وتساوي ايش؟ 167. لاحظ قيمه الستريسز
اختلفت نتيجة تغير مين؟ تغير المساحة. إذا إحداث ثقل في البلاد أو في الأريا بيضعف هذه الأريا، يعني بمعنى آخر لو جبنا ورقة مستطيلة وشدنا وقصناها من عملنا في النص دائرة وشدناها من هنا وشدناها من هنا، وين حتنزع؟ بالتأكيد من النص، بالتأكيد من نص أو من قطر، خط يمر بقطر مين؟ الدائرة. نرجع تاني بلاي ورقة كرتون مستطيل عملنا فيه فتح وشدناه بإيدينا يمين يسار، هنلاقي إنه من وين حتنزع؟ من منطقة المنتصف. ليش؟ لأنه الفتحة هذه بتقاوم مش تنشف، بتقاوم ايش؟ تنشف. حتى لو حطينا فيها برج لو شدينا بتقاومش، البرج بتقاومش بيصير لحاله. إذا بي سي تساوي 167. طيب المنبر اللي تحت اللي هو هذا قديش عليه قوة؟ 40 كومبريشن. وهنا قديش البعد؟ 50، والسماكة هيها 30. إذا 40 على 50 في 30 تساوي 26.7. طب واحد يقول لي ايش الماينس هذه؟ الماينس هذه لا تعني شيء سوى نوع ستريس، بوزيتيف تنشن ماينس كومبريشن. طيب وجود فتحات في المنبر المعرض لكومبريشن موجود فيها براغي؟ قال لك ما تأثرش، لأن البرغي ساعتها يكون ناقل للقوة، ناقل للقوة. يعني لو في عندي الورقة القطعة هذه قطعة خشب اجينا عملنا فيها بالدريل فتحة دائرة ومن ثم حشيناها بخشب بنجار وجينا ضغطنا، بنلاقي انه الانجارة تتحمل ضغط ناقل للفورس، يعني بيجي عليها قوة وبتنقل الفورس، فبصيرش عملية إضعاف للمنبر في حال الكومبريشن. طب لو كان تنشن لا تنقلش ساعتها فورس، وبالتالي لازم ناخذها بعلاج. إذا the minimum area section at the bone ends are unstressed since it is in compression. لأن المنبر كومبريشن. طيب نيجي هكذا للكونكشن للجوينت. اول جوينت اللي هي جوينت سي اللي فوق، هاي جوينت هاي. لاحظ القوه اللي موجوده قديش؟ 40. والبرغي عليه شير ستريس كم برغي؟ قطره 25 ملم، يعني الاريا 25 تربيع في باي على 4. طب سنجل ولا دبل؟ خلينا نشوف المقطع هذا. لو اجينا قصرنا البرج من هان شو بصير في المنبر بي سي؟ بينها. اذا هو عبارة عن ايش؟ سنجل شير. تمام؟ سنجل شير. نيجي هايو ايه تساوي 25 على 2 تربيع في باي، 25 على 2 الكل تربيع في باي، هاي المساحة. إذا لأنه سنجل شير بي على إيه؟ 50 في 10 أس 3، إذا 102. طيب نيجي للجوينت الثاني، هاي الجوينت أت إيه؟ اللي هي هاي قطر البرغي 25، يعني نفس البرغي نفس المساحة. سنجل ولا دبل؟ لو جينا قصينا من هان المنبر اي بي بصير فيه انهيار بيفلت ولا لابد انه ينقص منها وينقص ايش؟ منها. فهذا بنسميها دبل شير. اذا بدي اقسم على 2 الاريا او الفورس بدي اقسمها على 2، انا امامي خيارين، هاي دبل شير. اذا تاو تساوي بي على
A وتساوي 20 على 491، إما إني أقول 40 على 2A أو إني أقول 20 على إيش؟ على A، نفس المفهوم. طيب نيجي لآخر كونكشن، آخر جوينت اللي هي أك A. بلاحظ هاي مجموع القوى المؤثرة عليها، في عندي قوة 20 و20 اللي هي في المنبر إيش؟ اي بي في المنبر هذا، هاي في هاي دراع وهاي في ايش؟ دراع. الرياكشن هنا 20 والرياكشن هنا قديش؟ 20. والتوتال هنا اللي في المنبر قديش؟ 40. وفي عندي لاسفل لتحت قديش؟ هو 30. هاي 15 وهي ايش؟ وهي 15. ليش 15 و15؟ لانه التوتال اشماله 30، وهي هي معلقه بواسطه ايش؟ حلقه 30، هنا بتاثر 15 وهنا بتاثر ايش؟ 15. وفي عندي كذلك الامر اللي هو ايش؟ المنبر اف بي سي اللي هو بياثر بقوه مقدارها 40. تمام؟ اللي هو هي المنبر او 50، سوري. المنبر اللي هو هي. القوه هنا قديش كانت؟ 50. اذا بنيجي بدنا نحسب مقطع مقطع بالشكل هذا. بي اي تساوي 15 وبي جي تساوي 25. عندي السكشن اي في 15 هيو، وعندي السكشن جي في تساوي ايش؟ 25. اذا هي القوة اللي اكبر، عملية اللي هي يعني تحليل عادي طبيعي المسألة بتكون هاي هنا 15 وهي هنا 20. الريزلتانت عبارة عن ايش؟ عن 25. هاي عند اي في قوة فري بادي دايجرام، يعني عملنا كات هنا واخذنا اما اليمين او اليسار. اذا فاكرين كنا ناخذ يا اليمين يا اليسار، هاي القوة هذه طبعا 25، هنا في خلل. هنا لو جينا اللي هو أخذنا القوة هاي 15 حيكون فوق بي اي 15، هاي هنا 20 و15 حيكون بي جي تساوي اللي هي ايش؟ 25. إذا الماكسيمم فورس طبعا لو كملنا جينا من الجهة الثانية، المقطع هذا حيكون عليه 15 والمقطع هذا حيكون عليه ايش؟ 25. المقطع هذا فالماكسيمم فورس اللي هي 25 على الاريا للبرغي اللي هو نفس المساحه، حيكون عندي 50.9. هاي اللي هو الشير ستريس، طبعا طالما انه في براغي معناته شير ستريس. نيجي للبيرنج ستريس. البيرنج ستريس هاي ات اي، البرغي بيأثر على البيت اللي ابعادها 30 وقطر البرغي قديش؟ 25. احنا قلنا بناخذ سماكة البليت وقطر البرغي قديش؟ 25، ومقدار القوة 40. اذا 40 على 30 في 25 ويساوي 53. طيب to determine bearing stress at A in the bracket we have T تساوي 2 في 25 تساوي 50 مليمتر، ودي تساوي 25 عند النقطة اللي هي الأخرى. أضربون هنا A B وهناك اللي هو عند البراكت، تمام، بنلاقي إنه برضو 40 على 50 في 25 تساوي اللي هو 32. هاي هنا 50 والقطر ماله 25، تمام.
نيجي اللي هو طبعا هذا الكلام حيصير يعني قد الان ممكن تتخيل انه في شويه صعوبه، لكن بكره ان شاء الله حيصير عمليه سهله جدا جدا بالنسبه لك، وبتستطيع تحسبها بكل اريحيه وبكل ايش؟ بكل بساطه. تمام، هذه اللي هي احنا حسبنا اللي هي ها هيها البيرنج 30 في 50 والقوة 40 اللي هي هيها. هنا في يبدو 25 في 50 25 في 50 وهي اللي تحت اللي هي 30 في 25 اللي هي السمك 30 هيها في 25. تمام، إذا 50 25 هاي 30 ايش 25 اللي هي قيمة البيرينج. هي الأصل إنه إحنا ها حسبنا يبدو في خلل معين، يعني الأصل إنه يجي يحسب البيرينج عند النقطة اللي فوق اللي هو المنبر هذا سي لنقل اللي هي 50 هي 40 هي ات سي 40. لو قلنا 40 في السماكة اللي هي 25 لقديش السماكة؟ سماكة في 20، 40 في 20 والقوة 50، نحسب قديش اللي هي البيرينج اللي على اللي هي المنطقة اللي فوق. لو بدي أحسب على سي، لو بدي أحسب عند سي تكون 40 في 20 في 25 قطر البرج 25 والسماكة هي 20 25 في 20 والقوة 50. بنحسب من خلال اللي هي ايش البيرنج فيما لو كان اللي هو بدي احسبه فوق. هذه مع تكرار الاسئله حنلاحظها سهله بسيطه والعمليه مش صعبه. طيب نيجي هل لقيتها، هل انه دائما يكون عندي على المنبر يا اما اكسيال يا اما شير؟ حنلاحظ انه لو في عندي منبر بالشكل هذا وجينا اخذنا سطح قطع عند النقطه هذه وعملنا له تنشن، في هذه الحاله حيكون المنبر اكسيال ستريس او اكسيال فورس، وبالتالي اكسيال ايش ستريس نورمال ستريس. هاي طيب البرغي في هذه الحاله كذلك الامر حيكون في عندي هنا ايش شير ستريس، القوه بتعمل شير وشير ستريس. طيب لو جينا لشكل لحظه انا سطح القطع عمودي على المنبر وهنا كذلك الامر عمود، لو جينا خليناه مائل بزاوية مقدارها اشماله ثيتا، هاي القوة عشان اوجد الاستريس بدنا ننتبه للشغل انه لابد تكون القوة عمودية او موازية للسطح اللي انت بدك تحسب عليه، بمعنى انه ما بينفع انا اجي اقول بي على اي بيعطيني ستريس، لا، لان القوه ايش مالها؟ مش عموديه على السطح، لازم تكون عموديه اف او موازيه زي ايش؟ زي في. فبروح بحلل القوه وبلاحظ انه هنا صار عندي على السطح المائل تو تايب اوف ستريسز، شير ستريس او نورمال ستريس. هاي النورمال ستريس هاي حللت القوة بي كوساين ثيتا وبي ساين ثيتا، لاحظ سماها في. في هو المصطلح او الحرف اللي بيصطلح استخدامه في عملية الشير فورس. اذا الشير فورس دائما بنرمز لها بالرمز في. بدي احسب النورمال ستريس، هاي سيجما تساوي اف على اي نود المساحه، اف تساوي العموديه بي كوساين ثيتا،
وإيه نود هي عبارة عن إيه على كوساين ثيتا، إيه ثيتا هذه المساحة، إيه نود على كوساين ثيتا، إذا بيعطيني بي على إيه نود كوساين تربيع ثيتا، وتاو نفس القصة في على إيه ثيتا وتساوي بي ساين ثيتا على إيه نود على كوساين ثيتا، إذا بي على إيه نود ساين ثيتا كوساين ثيتا. هنا اللي هو بتكلم عن الماكسيمم ستريس لما تكون الزاوية عمودية نورمال، لما تكون قائم بكون سيجما ام تساوي بي على اي نود وتاو تساوي صفر، لما يكون مائل بزاوية 45 درجة بتكون الماكسيمم شير ستريس. إذا دائما علشان كده بنشوف اللي هو لو بدنا نكسر بطون أو بدنا هذاك حينكسر على زاوية 45 درجة نتيجة إنه بينكسر دائما نتيجة الشير ستريسز. إذا بي على 2 اي نود، ولاحظ إنه دائما الشير ستريس أصغر قيمة من مين؟ من النورمال ستريس. إذا سيجما تساوي هاي تاو تساوي بي على اي نود ساين كوساين 45 وتساوي بي على 2 اي نود، في حين انه كانت سيجما ماكس تساوي بي على ايش؟ على اي نود. اذا دائما هنلاحظ انه الشير ستريس قيمته اقل من النورمال ستريس. في الجنرال لودينج ممكن يكون عندي مجموعه من القوى تؤثر، مجموعه القوى هذه لازم انا اجي عملها عمليه اناليسيس، هيها اوحدها لقوه، حيكون عندي في قوه رأسيه زد واي اكس، معنى ذلك انه في عندي قوه بتعمل لي نورمال ستريس وقوتين ايش مالهم بيعملوا لي شير ستريس. هذا اللي هو ملخص القوى، انه دائما اي منبر في الحياه حيكون عليه اللي هو تحت اي عدد من انواع القوى، في عندي نورمال ستريس وفي عندي تي اكس واي او تاو اكس واي تاو اكس زد في الاتجاهين، يعني الستيت اوف ستريسز ان شاء الله بنكملها يعني في المره القادمه ونتكلم بالتفصيل في الستريس اندر جنرال لودنج، بنعيد اللي هو الحديث فيه. يعني نكتفي اليوم بهذا القدر ان شاء الله، على امل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.